السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب التكنولوجيا من سلاح التلميذ رابعة ابتدائي. مكتوب على الكتاب ان بداخل الكتاب ملحق المراجعة والاختبارات والاجابات، وده معناه ان شوية ورق جوه الكتاب وليس ملحق منفصل. تعالوا بقى نشوف كتاب التكنولوجيا والمادة الغريبة العجيبة اللي احنا مش عارفين منها اي حاجة خالص. دي اول حاجة، محتويات الدروس كم درس؟ 6 دروس. المستكشف، النشط والمواطنة الرقمية والاثار الايجابية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل عبر الانترنت وكيفية اتصال او كيفية استخدام اسفة الاتصال الالكتروني. وبعدها ادي درس 2 3 4، لا كتير. ايه الخوارزميات؟ ولا كأني قريت حاجة. ده التكنولوجيا او كتاب التكنولوجيا من سلاح التلميذ سنة رابعة ابتدائي، المادة اللي ملهاش اي لازمة في اي لازمة. دي الاثارة الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ده شرح الدرس يا جماعة. وبعدين بعد شرح الدرس جايبين لي اسئلة كتاب المدرسة اللي مش موجود اصلا، لان كتاب المدرسة ما عادش بينزل اصلا. وكمان مديني اختبر نفسك. طيب تعالوا بقى نشوف في اخر الكتاب، مجمع للدنيا يعني، خلي عندك دم. مش احنا مش فاهمين حاجه خالص. هنا مراجعه عامه على منهج شهر مارس. دي احلى حاجه بقى، ان هو ورق مجمع لي. حلو الشغل ده. دي اهم حاجه يا جماعه، انه عامل لي مراجعه عامه على المنهج، لممها لي. ادي صفحتين، حلوه ديت قوي، لممها لي في صفحتين وعامل لي تدريبات. وكل شهر عامل لي نفس النظام، انه مجمع لي المنهج في صفحتين ثلاثه ومديني بعدها اختبر نفسك. حلو الكتاب، ودي احلى ما فيه. تمام، دي احلى ما فيه. كمان جايب لي في الاخر نماذج للمهام الادائيه اهي، 4 5 مهام ادائيه ورا بعضيهم اهو. جايب لي اختبارات، والكتاب عامل 85 جنيه. طب والله انت زي الفل يا سلاح التلميذ.